أعزائي المشاهدين، أهلا بكم ومرحبا. وهذا البرنامج آباء وأبناء، هذا البرنامج الذي لكم ومنكم. فهذا البرنامج يقدم لحضراتكم الأمراض التي تصيب الإنسان، وحوارات مفتوحة مع أطباء متخصصين يتعرضوا لكل مرض من حيث الأعراض والوقاية وأيضا أحدث طرق العلاج. تابعونا أعزائنا المشاهدين من خلال فقراتنا المتعددة والمتخصصة من خلال آباء وأبناء. مشاهدينا الاعزاء، في حوارنا الطبي اليوم بيسعدنا ان يكون لنا لقاء مع الاستاذ الدكتور احمد عبد اللطيف، استاذ امراض القلب بكليه الطب جامعه الازهر، واللي هيكلمنا عن موضوع هام جدا وهو الحمى الروماتيزميه. دكتور احمد، اهلا بحضرتك معانا. اهلا يا فندم. كلمه الحمى الروماتيزميه كلمه كبيره جدا ومخيفه الى حد كبير. اعتقد انه ايضا نفس المرض شيء مخيف جدا، وعملية الوقاية منه مهمة جدا بالنسبة لكل أم وكل أب علشان أطفالهم. لو بدأنا بأسباب الحمى الروماتيزمية نقول إيه؟ هو بالتأكيد الحمى الروماتيزمية مرض خطير جدا، لأنه في الأطفال بيأثر على القلب وبيأثر على صمامات القلب، وطبعا دي مسألة خطيرة، لأن حتى الصمامات مهما قلنا في العلاج الجراحي وفي التقدم اللي حصل في علاجها، الافضل من الاصل ان نبقى بالصمامات الطبيعيه اللي خلقها ربنا على ان احنا نبتدي نستبدل صمامات ونخش في علاج جراحي. فالمرض خطير، لكن الصوره ما هياش مخيفه. ليه؟ المرض اتعرف سببه، واتعرف الطرق الوقايه منه، واتعرف ازاي نخلي نوبات الروماتيزم او نشاط الروماتيزم ما ترتدش تاني على الطفل حتى لو اصيب بيها. ومعظم دول العالم النهارده اصبح الاصابه بالحمى الروماتيزميه مساله نادره وقليله الحدوث. واحنا برضو في مصر هنا في سبيلنا ان احنا نقلل درجه الاصابه بالحمى الروماتيزميه نتيجه لان احنا عارفين سبل الوقايه. هو السبب باختصار ان الطفل بيصاب بالتهاب الحلق نتيجه للميكروب السباحي، وبتتكرر الاصابه عده مرات، يحصل بعد تكرار الاصابه انه يبتدي يظهر عليه علامات النشاط الروماتيزمي. نقطة خفيفة برضو ألفت النظر اليها، مش كل طفل بيجيله التهاب في الحلق هيحصل بعد كده حمى روماتيزمية. ده يعني النسبة حوالي يمكن 1% من الاطفال اللي بيصاب بالتهاب الحلق بيجيله نشاط روماتيزمي بعد كده، وده من كرم ربنا. ده لو كان كل طفل بعد كل التهاب في زوره هيجيله شو حمى روماتيزميه، دي كانت بقت مصيبه. مين بيعدي عليه الشتاء وما بيحصلش ان يجيله تاب في الحلق مره او مرتين؟ انما فيها عوامل اخرى، احنا عملنا ابحاث كتير في هذا المجال، عوامل قد تكون لها دعوه بناحيه واستعداد وراثي، لها دعوه بالتغذيه. قبل ما نتطور في الاعراض التانية، ناخد النقطه البسيطه جدا دي الغير ملفته للنظر بالمره. يعني حضرتك قلت مين فينا فعلا ما بيعديش عليه الشتاء على اطفاله ما يجيلهمش التهاب في الحلق. احنا بنتصرف تصرفات بسيطه جدا، تبص تلاقينا مثلا ندي الطفل مسكنات او مستحلبات، حاجات بسيطه جدا لمعالجه الموضوع ده. اذا هذا الاستحلاب جاب نتيجه كويسه خلاص بينتهي الامر وبينتهي معاه. هل ده ممكن يكون سبب حاجه من غير ما الام او الاب يلتفت نظرهم لده؟ ما هي دي النقطه اللي من خلالها لسه عندنا اطفال بيجي لهم حمى روماتيزميه، لان احنا عندنا كده حاجه يعني في التراديشن بتاعنا ان احنا بنستخف بنوبات البرد. يقول لك ده عنده شويه برد. ليس الامر بهذه البساطه في كل الامور. لو كان في التهاب في الحلق وبالميكروب السبحي اللي هو موجود والمساله بتتكرر، وانا في كل مره باخدها شويه برد وبديله مش عارف اي كلام فارغ، ما هو في الاخر هيجي له حمى روماتيزميه. فالنقطه اللي بنحب ان احنا ننوه عنها هنا ان احنا المسائل دي ما تتاخدش ببساطه. النهارده في تامين صحي وفي دكتور في كل مدرسه، طب بس يبص في زور الطفل يشوف زوره ده فيه صديد، فيه ميكروب. لو بص وشاف وفي التهاب فعلا في الزور، لازم العلاج يتاخد، ولازم يتاخد مضاد حيوي وفتره كافيه بحيث ان نقضي على الميكروب وما ندوش فرصه ان هو بيؤثر على جهاز المناعه بشكل معين يؤدي للاصابه بالحمى الروماتيزميه. فما ناخدش الموضوع ببساطه، والامور دي في بدايتها بسيطه جدا وحلها بسيط، لكن لما احنا نهمل فيها هو ده اللي بيخوف ان الواحد ما بينتبهش لانها بسيطه. ايوه، ان احنا ما نبقاش على الوعي الكامل، واحنا عشان كده هنا في البرنامج بنتكلم ان احنا لازم يبقى فيه وعي
بالمسائل دي، ما ناخدش حاجات ببساطة وهي مش بسيطة. طب نستكمل مع بعض الأسباب بقى. هي السبب زي ما انا قلت التهاب الحلق بالميكروب السبحي ده، هو زي ما قلت قبل كده ان هو مش كل حالة هيعقبها حمى روماتيزمية، ده بيكون يمكن حوالي 1% من الحالات. مين اللي يجيله حمى روماتيزمية ومين ما يجيلوش؟ ما هي كل الناس، كل الاطفال بيجي لهم التهاب في الحلق، مين اللي يجيله مين اللي ما يجيلوش؟ في ابحاث كتير في هذا المجال، في استعداد وراثي، في سوء تغذية، في المؤسف ان البيئات اللي هي بتكون رقيقة الحال شوية، رقيقة الحال شوية، المستوى المعيشة المنخفض بيؤدي لان هم دول اللي بيجي لهم الحمى الروماتيزمية، لسوء التغذية، قلة الفيتامينات، الازدحام في اماكن المعيشة، ان اسرة بحالها عايشة في اوضة فبيحصل واحد فيهم يجيله التهاب في الحلق، تبص تلاقي العدوى وصلت للاسرة كلها، يبتدي يخفهم على ما يخفوا، يمكن واحد تاني من الاسرة تطوع ان يجيب الميكروب ويدخله تاني، يقوم يرجعوا تاني، بص تلاقي في السنة الناس تعي في السنة مرة ولا اتنين، هم طول السنة عمال المسألة تتكرر معهم، بالاضافة لضعف جهاز المناعة، بالاضافة لسوء التغذية، بالاضافة لنقص الفيتامينات. وهو كان في حتى بحث اتعمل زمان مقارنة حدوث الحمى الروماتيزمية في الاحياء رقيقة الحال شوية والاحياء اللي هي على مستوى عالي من المعيشة. احنا عارفين القاهرة في احياء عدة، وفي احياء بتبقى فيها مستوى المعيشة مرتفع، وفي احياء مستوى المعيشة فيها رقيق الحال شوية، وثبت من هذا البحث ان حدوث الحمى الروماتيزمية في اطفال الاحياء الفقيرة ازيد بكتير من الاطفال اللي في الاحياء اللي على مستوى جيد من المعيشة، اسكان جيد، تغذية جيدة. بيتنبهوا برضو للحالة في الاول لان فيه رعاية، وبيلحقوا يعالجوا ويدوا العلاج المناسب وللفترة الكافية، فطبعا بيكون الحمى الروماتيزمية. وده برضو شأن مش الاحياء بس، الدول الغنية والدول الفقيرة. الدول الغنية النهاردة تبقى حاجة غريبة قوي لو طفل جاله حمى روماتيزمية، الدول الفقيرة والنامية بتيجي. طب اعراض الحمى الروماتيزمية بتكون ايه يا دكتور؟ هو اول ما بيلفت نظر الام في يعني ان الطفل ابتدى يشتكي من مفاصل بتوجع، الم، وما يتاخدش دايما يتاخد يقول لك ده رجله بتوجعه ده هيطول، يقول لك ده الام ده هيطول، الطفل هيطول وعشان كده رجليه بتوجعه، ما فيش حاجه اسمها يطول، الام المفاصل ما تتاخدش ببساطه. بيبتدي الطفل يبقى لونه شاحب شويه، وده حاصل بعد ما كان عنده التهاب في الحلق من فترة، وبعدين احيانا بتظهر بقع بطش حمراء في الجلد، يسخن، يبقى في حرارة. طبعا في الحالة دي بتلجأ للطبيب، من ضمن الحاجات المهمة اللي الطبيب بيشوفها انه بيحط السماعة، بيلاقي القلب دقاته سريعة، قد يسمع بعض اصوات اضافية، بيعمل سرعة ترسيب، بيبان في التحاليل انه في اصابة بالميكروب السبحي وبين سرعة الترسيب مرتفعة. هنا بيبقى في تشخيص الحمى الروماتيزمية موجود. من حسن الحظ ان العلاج ميسور ومؤثر، خصوصا في المراحل البدائية. الصمامات القلب من حسن الحظ برضو انها ما بتصابش من اول نوبة من النوبات، دي مسألة نادرة ان صمامات القلب تصاب من اول نوبة من نوبات النشاط الروماتيزمي. بيبقى يعني يتطلب الامر ان يبقى كذا مره يجي له كذا مره نشاط روماتيزمي وفي الاخر يبتدي صمامات القلب تتاثر. يعني ربنا مدينا عده فرص ان احنا ما نعياش، انما احنا كمان لازم يعني نستفيد من هذه الفرص اللي الخالق سبحانه وتعالى بيديها لنا، ما نقعدش بقى 5 مرات 6 مرات يجي له والاخر يجي الحمى الروماتيزميه ونقول الصمامات باظت. استاذ الدكتور احمد عبد اللطيف، احنا في نهايه لقائنا مع حضرتك بنشكرك جدا، وزي ما قلنا في البداية وحضرتك ختمت معنا هذا اللقاء إن الوقاية خير من العلاج، وإن قدامنا العديد من الطرق لمعرفة المرض قبل الوصول ليه أو قبل على الأقل الوصول لخطورته. شكرا يا دكتور. متشكر يا فندم. أعزائنا المشاهدين، في فقرة معلومة تهمك في هذه الفقرة لدينا أكثر من معلومة، معلومة عن يوم الإخصاب، معلومة عن وفاة الجنين في بطن الأم رغم الحالة الطبيعية اللي بتبقى فيها الأم، وأيضا معلومة أخرى عن الإجهاض المتكرر. يسعدنا في هذه الفقرة أن يكون معنا الأستاذ الدكتور سمير عبد العزيز حسبه استشاري العقم والنساء والولادة بلندن والقاهرة. دكتور سمير، طبعا أنا برحب بحضرتك النهاردة، وأعتقد أنها إن شاء الله هتبقى معلومات
تفيد الأم والمرأة بصفة عامة. يمكن النهاردة لو تحدثنا في البداية عن الإخصاب، وحضرتك حبيت أن يكون أول معلومة النهاردة عن يوم الإخصاب، فايدته وأهميته وأيضا أضراره. حقيقة بالنسبة ليوم الإخصاب كلنا عارفين أن بالنسبة ليوم الإخصاب هو يوم واحد كل شهر، كتير جدا 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 من السيدات مش عارفين إيه اليوم ده. يعني لو حدثت علاقة زوجية خلال اليوم ده الأم حملت، لو ما حصلش علاقة زوجية في الأم في خلال اليوم ده تستنى الشهر اللي وراه. الأغلبية العظمى هتبدأ تسألني إيه هو اليوم دوت. اليوم ده بمنتهى البساطة نقدر نحدده كالآتي: لو كانت العادة منتظمة، لو العادة بتيجي كل 32 يوم، يعني من أول يوم الدورة. خلي بالكم الخطأ الشائع اللي بيحصل أحيانا إيه، إن تيجي الأم تفتكر إن من ساعة ما انتهت الدورة ما تفرقش معانا حاجة خالص. من ساعة ما انتهت الدورة إيه؟ إحنا اللي يفرق معانا من أول يوم الدورة لأول يوم الدورة تحسبها، طلعوا 32 يوم. لو خاصة لو الدورة بتاعتها بتيجي كل شهر كل 32 يوم، قصدي منتظمة بهذا الشكل، يبقى 32 يوم شيلي منهم 14 يوم يبقى كام؟ يبقى 18. لو العادة بتيجي كل 30 يوم نشيل منهم بردك 14، 14 ده رقم ثابت، يبقى اليوم ال 16. لو العادة بتيجي كل 28 يوم هنشيل منهم 14 يوم بردك، يبقى اليوم ال 14. لو بتيجي كل 24 يوم، 24 يوم ناقص 14 هيبقى اليوم العاشر. يبقى الأم اللي بتجيلها الدورة الشهرية أو الست اللي بتجيلها الدورة الشهرية كل 24 يوم، يبقى اليوم العاشر هو يوم الإخصاب، واللي بتجيلها كل 32 يوم 32 ناقص 14 يبقى اليوم ال 18. هو ده يوم الإخصاب بالنسبة للست تقريبا. ولذلك البويضة بتعيش 24 ساعة والحيوان المنوي بيعيش 48 ساعة. ومن هذا المنطلق بيبقى المبدأ إن 48 ساعة يبقى 48 ساعة قبل خروج البويضة و 48 ساعة بعد خروج البويضة. يبقى إحنا عندنا حوالي 4 أيام ممكن الأم أو ممكن السيدة إنها تركز على العلاقة الزوجية لو كانت بترغب في الحمل. وإذا فشلت في الحمل لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر يبقى ساعتها ممكن تلجأ للدكتور. وممكن كمان نستخدم يوم الإخصاب اللي حضرتك يمكن برضو أشرت إليه في الرغبة في عدم الإنجاب. بالظبط، في الرغبة في عدم الإنجاب. هو طبعا نبعد عن الفترة دي، بس كمان نحط يومين زيادة لزيادة الأمان قدام ويومين ورا، هيبقى ضيعنا حوالي تقريبا أسبوع أو 8 9 أيام. يبقى دي اسمها ايه، بعدنا عن فترة الإخصاب ودخلنا على فترة الأمان، وإن كانت مش مضمونة قوي لأن ساعات البيضة بتخم. أيوه بتخم، يعني ساعات تأدي 3 4 أيام يعني تأخر 3 4 أيام، ما هيش ايه، ما هيش قاعدة ثابتة 100% في خروجها. الخطورة كلها في ايه بقى؟ طب لو الدورة الشهرية غير منتظمة يبقى الحل ايه؟ هنا بقى لا يمكن تحديد فترة الإخصاب. التساؤلات بتكثر في هذه النقطة. يبقى لا يمكن تحديد فترة الإخصاب ايه ولا يبقى مضطرين ناخد علاج عشان العلاج ينظم الدورة. وكتير جدا بيفتكروا العلاج بيحمل. مستحيل، انسي العلاج ما بيعملش حمل. اللي بيعمل حمل اللي هو الحيوان المنوي بيلتقي مع البيضة، بيحصل إخصاب. والبيضة لما بتخصب في الأنبوبة بتنزل تتحرك داخل الرحم فبتمسك في الرحم. وهي دي ايه، هو ده الحمل. لكن العلاج ما بيحملش، العلاج ده بيطلع بويضة. فإذا خدت العلاج وما حصلش علاقة زوجية يوم خروج البيضه، يبقى كان رميت فلوسك في الارض. ولذلك مستحيل 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 ان احنا نقدر نكتب علاج لاي مريضه. لو كتبت لها العلاج من غير ما احدد لها يوم الاخصاب يبقى كاني ما عملتش حاجه، ما اديتش واجبي. لان دي الحالات الوحيده اللي لابد فيها الدكتور يضيع وقته كتير ويطمئن ان المريضه بتاعته فهمت مع العلاج امتى يوم الاخصاب عشان يقدر يجيب نتيجه كويسه. نيجي بقى المعلومه تانية، يمكن برضو بتعقب عملية الإخصاب حصل أكثر من مرة إجهاض أو الإجهاض المتكرر. معلومة حضرتك النهاردة ممكن تفيدنا إزاي أو تفيد الأم بالتحديد؟ حقيقة أحب أطمن بعض الأمهات اللي تعرضوا للإجهاض المتكرر. احنا عندنا الإجهاض المتكرر بأهميته بتيجي من الآتي: لو إجهاض في أول شهر مثلا، شهر شهر ونص شهرين، ده ما بنخافش منه أبدا. ليه؟ لان عدد الحيوانات المنويه اللي بينزل من الزوج بنقول لغايه 20% غير طبيعي. لو 80% منهم طبيعي و 20% منهم غير طبيعي نقول ده طبيعي وكويس، لان الراجل بينزل بالملايين، 100 مليون و 20 مليون و 60 مليون حيوان منوي كل مره. ايوه ده في السنتي الواحد. فالست بردك شهر 2 3 تطلع بويضه قويه، ويجي شهر تطلع بويضه ضعيفه. لو حملت في الشهر اللي خرجت فيه بويضه ضعيفه، او لو حملت بحيوان منوي من الحيوانات المنويه الضعيفه، فقدره الله سبحانه وتعالى بيخلي الست تسقط عشان خاطر حاجه واحده اساسيا، عشان ما يملاش المجتمع باطفال مشوهه. ايوه فالحمل اللي بيجي في الاول دوت والاجهاض اللي بيجي في الاول مره او مرتين
الستات ما يخافوش يحمدوا ربنا. ليه؟ لان دي حمايه الهيه من التشوهات. يا اما نمشي بقى نجد 20% واحنا ماشيين، لو كل حمل من ده تم هبص يميني واحد كل خمسه الاقي ده اللي ناقص راس وده اللي ناقص رجل وده اللي ناقص ايد. فدي حمايه الهيه المفروض نحمد ربنا عليها. لو تكررت اكتر من ثلاث مرات متتاليه لا بقى لابد من هنا بقى قضيه الاحتمالات، ان دي عشان ده وده عشان ده، قضيه الاحتمالات دي راحت. بنبدا ندور على الاسباب ايه وتقف الام بقى وتمنع الحمل وتشوف الدكتور، لان الاسباب هنا في اللحظه دي بتبقى كتيره. لازم تلجا للدكتور. دي اسباب، يا اما اسباب جايه من الرحم، يا اما اسباب جايه من البيضه، يا اما اسباب جايه من الحيوان المنوي، يا اما اسباب في دم الام او اسباب في دم الاب. لابد، او كروموزومات اللي هو علاقه الوراثه. فلا بد من الانتهاء من كل هذه الفحوصات، نتاكد ان كل الكلام اللي انا قلته ده كويس قبل ما تبدا تحمل مره تانية، لان في اللحظه دي الصدمه بتاعتها هتبقى كبيره قوي. أكيد. طب امتى بقى الاجهاض اخاف منه حتى لو كان مره واحده؟ لو كان في الشهر الرابع الخامس السادس وطفل كان كويس ومره واحده نزل، هنا ابدا ادور نزل ازاي، نزل ميه الاول ولا نزل دم الاول. مع الاكتمال وحضرتك كمان ممكن يكون في الشهر الرابع او الخامس او السادس. في اللحظه دي بقى نبدا، لا مش هقعد استنى بقى ثلاث اجهاضات متكرره او اجهاضين، لا طالما عديت الشهر الثالث متاسف قوي اجهاض واحد كفايه. ان الام تقف هنا ولازم تروح للدكتور، والدكتور لازم يجد السبب باذن الله. ان هو يكون هو ده السبب بالنسبه لك، وما تحمليش الا ما نعالج السبب ده. وفي اللحظه دي هي دي نصيحتي في حالات الاجهاض المتكرر، ان لابد من الفحوصات الكامله لاي واحده تعرضت الى هذا الاجهاض، والعلاج اصبح سهل قوي 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 قوي. يعني ما عادش زي زمان حقيقه. طبعا احنا دلوقتي حضرتك اتكلمت عن الوليد او نقدر نقول الجنين في شهره الثالث او الرابع لما بالفعل بيتوفى او بينزل، لكن عايزين نقول لما بيكتمل الحمل وفجاه بنفاجئ بوفاة الجنين داخل البطن. ايوه حقيقه اللي انا اسفت عليه قوي حقيقه، ان انا اسف جدا 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 ان جنين يقعد ماشي وبعدين يقعد مع الدكتور لاخر لحظه وبعدين انت كويسه قوي يا مدام وبعدين تيجي بعديها بثلاث اربع ايام الجنين ميت جوه بطنك. حاجه تحزن. تحزن ليه؟ لان مش معقول الطب الحديث يحصل معنا كده. دي ممكن تبقى حالات نادره دلوقتي، لكن الواحد يشوفه انها متكرره متكرره دي حاجه تضايق. ليه؟ لان وما اوتيتم من العلم الا قليلا، وربنا طالما بيعطينا في علم طب نستخدمه بقى. صح ولا لا؟ مظبوط. فمش معقول. فمش معقول واحده عماله تراجع طول الفتره، اجي احط ايدها على بطنها واحط ايدها على البطن، يا سلام انت كويسه قوي سامعه نبض الجنين يا مدام، قست الضغط قست النبض سلام عليكم، طب تعالي بقى الزياره الجايه بعد اسبوعين ولا بعد شهر. ولا كمان ده انتهى. انتهى خالص. ليه؟ لان احنا دلوقتي اصبح عندنا كيرف. انا ممكن لو قمت اوري لك الكيرف دلوقتي من اللي احنا بنعتمد عليه، ان الكيرف ماشي كده، ان انا كل مره بقيس مقاسات راس العيل، بقيس مقاس بطنه، بقيس مقاس العظم بتاعه، بشوف طريقه التنفس بتاعته، بشوف القلب عن طريق السونار. طول ما الطفل بينمو مع الكيرف وطالع مع الكيرف كويس، طول ما انا حاسس ان العيل كويس، اول ما الاقي الكيرف عندي بدا يوطى وبدا يمشي كده، خلاص بدات احس ان العيل بدا يجوع. يا اما عالجه هو داخل بطن امه، يا اما ان انا اضطر ان انا اعدل انزل العيل ده بره عشان يمكن تغذيته بره الجسم احسن، او ان انا اعالجه هو داخل بطن مامته. فدي حاجه من الحاجات اللي فعلا بتضايق الايام دي. لان المفروض ان الكيرف بيبقى ماشي، ولازم الام اثناء فتره الحمل لازم يعرف عندها سكر ولا ما عندهاش. احنا عارفين السكر من الحاجات اللي بتموت العيل، ازاي ما اكتشفوش اثناء الحمل؟ يعني دي بعض الحالات اللي بيحدث فيها الوفاه طبعا. والضغط العالي لابد ان هو يتظبط، ولابد الطفل يتقاس بالسونار طول فتره الحمل عشان خاطر يتعرف زي وتحاليل الدم بالنسبه للزوج بالنسبه للزوجه. الكلام ده كله كلام مهم جدا جدا جدا، لكن احنا نقبله في العصر الحديث ده غير مقبول باي صوره من الصور. حقيقه احنا عندنا في انجلترا بنضطر عشان يحصل حاجه بالشكل ده ان نعمل اجتماع لكل الدكاتره كلنا، نقعد مع بعض ونعرف سبب وفاه الطفل دي كان شكلها ايه. دي حادثه ما تمرش بسهوله. قد تكون بقى نيجي نقول والله دي حاجه بتاعت ربنا، بس عشان نقول حاجه بتاعت ربنا لابد ان يكون هناك دوكيومنت علميا ان احنا قمنا بالواجب بتاعنا فروم اي تو زد، وان الدكاتره ما قصروش. ودي من الحاجات المهمه قوي قوي قوي، ودي غير مقبوله حقيقه في الطب الحديث دلوقتي. اكيد طبعا. بنقول من خلال هذه المعلومات، هي معلومات قيمة جدا ومؤشرة أيضا للاهتمام بهذه الحالات، وعلشان كده بنقول في نهاية هذه المعلومة اللي بتهمك بالفعل هي حقيقة بتبقى معلومة بتهمك، ولكن لو عوزتي أكتر من استفسار أو احتجتي لأكتر من استفسار استشيري طبيبك الخاص، وده هام جدا أو نقطة هامة جدا في حياتك بصفة
خاصة. عزيزتي الأم، عزيزي الأب، جميع أفراد الأسرة، طبعا بنشكركم على هذه الفقرة وحسن متابعتكم لينا ومن خلال الدكتور سمير حسبه، وبنلتقي بكم إن شاء الله مع فقرة جديدة. مشاهدينا الأعزاء، الجديد في الطب اليوم بيدور حول موضوع هام جدا، وهو موضوع النحافة. يمكن احنا ما بنعتبرش ان النحافة مرض الا اذا كانت تزيد عن الحد المطلوب، لكن كل سيدة وكل رجل ايضا بيسعى لمسألة عمل الرجيم. لكن هل الرجيم هو النحافة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من خلال لقائنا مع الاستاذ الدكتور منير ويليام لبيب، استاذ جراحة التجميل والامراض الجلدية. دكتور منير، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. دكتور منير، هل النحافة مرتبطة بمسألة الرجيم، ولا في نحافة وراثية، ولا في نحافة طبيعية؟ الحقيقة سيادتك انت اثرت موضوع مهم جدا. ايه هي النحافة؟ النحافة معناها ان وزن الجسم بيقل ب 15% عن الوزن الطبيعي المناسب للسن والجنس لهذا الشخص. بمعنى ان انا لو عندي شخص مثلا وزنه بيكون مثلا 70 كيلو، يبقى طوله حوالي 170 سنتي. انما لو قلت النسبة، الوزن نزل لغاية 55 كيلو أقل، يعني أقل بنسبة تزيد عن 15%، دي تبدأ مرحلة النحافة. النحافة دي ليها أسباب كثيرة جدا. أسبابها أساسا في البداية أسباب وراثية بحتة، تتعلق بالعوامل الوراثية اللي موجودة في داخل العائلة. الحاجة الثانية أن في كثير من الأمراض اللي ممكن تؤدي إلى النحافة، زي الأمراض مثلا الأورام اللي ممكن موجودة في داخل الجسم، أو ممكن بعض الطفيليات الموجودة في داخل الجسم. أحيانا عنده أنكليستوما على إسكاريس، وكل ما يأكل أكل الديتان دي تأكله، دي ممكن تؤدي إلى نوع معين من النحافة. أيضا بعض الموجودة مجموعة تانية من الناس اللي عندهم أمراض شديدة، زي الشخص اللي عنده درن أو سل في الرئتين أو حاجة زي كده، بنلاقي الوزن بينقص نقص معين ويؤدي إلى نوع معين من أنواع النحافة. ايضا في الشخص الرياضي اللي بيبذل مجهود كبير جدا وما بياكلش، يعني واحد وزنه قليل وبيلعب جولف ولا بيلعب تنس، ده طبعا دي بتزيد من حرق الطاقه اللي موجوده في داخل الجسم، وبالتالي تؤدي الى هذه النحافه. ايا تكون النحافه فهي ليها نوعين. هي مرض بدايه يا دكتور؟ النحافه مرض؟ النحافه الحقيقه انا بقول لسيادتك هي ليها نوعين. النحافه الخارجيه والنحافه الداخليه. النحافه الخارجيه حاجه من حاجتين، يعني نحافه خارجيه متوسطه، بمعنى ان الشخص ده بيبذل مجهود عادي وقوته الذهنيه معتدله وقادر على انه يمارس هذا المجهود. اذا هذه النحافه ما بتؤثرش على مجهود ولا درجه انتاج هذا الشخص، فدي بنعتبرها حاجه معقوله. لكن في النحافه الزائده، اللي هو الشخص لو بذل مجهود زياده يتعب، في قوته الذهنيه وتركيزه الذهني يقل، عدم مقدرته على انه يكمل هذا المجهود، هنا بنقول النحافه مرض، ومرض كبير. وعلى فكره النحافه لو زادت عن حد معين بنسميها النحاله. والنحالة هي النحافة الشديدة، اللي هي بنقول لك ناحل، يعني بالضبط. إنسان ضعيف جدا وشاحب جداً. وهذا من أقل مجهود بيتعب. دي أسباب خارجية للنحافة، لكن في أسباب داخلية. شخص أسنانه تعبانة مش قادر يأكل ولا يمضغ الأكل. شخص عنده بعض الديدان الموجودة في داخل جسمه، أو بعض الأمراض الموجودة في داخل الجسم بطرق معينة، أورام سرطانية ولا حاجة بتؤثر على الجسم. دي أسباب داخلية للنحافة. بالضبط. فدي أنواع النحافة الخارجية وأنواع النحافة الداخلية. طب لو حضرتك وجهت كلامك النهاردة لكل سيدة أو كل رجل بيقوموا بعمل رجيم، نقدر نقول لهم إلى أي حد يتوقفوا؟ لا، هو الرجيم ما هي إلا مسألة عبارة عن تنظيم للأكل لإنقاص الوزن إلى حد معين. ودي حاجة من الحاجات اللي بنعملها في السمنة. لكن إذا كان الرجيم ده بيؤثر على درجة تركيز هذا الشخص ومجهود العقل وقوة تركيزه، ويدخله في مراحل تانية زي الاكتئاب والضعف النفسي والحاجات دي كلها، بنقول له اقف، نقول له اقف. وفي الحالة دي لا علاقة بينها وبين النحافة. النحافة ده شخص أساسا تكوين جسمه نحيف، بمعنى أنه أقل 15% قبل ما يفكر أنه يعمل رجيم أو حاجة زي كده. دكتور منير، احنا في نهاية لقاءنا مع حضرتك بنشكرك جدا على هذا اللقاء، وناقشنا مع حضرتك مسألة هامة جدا، وهي مسألة النحافة. وبنرجو انه كل سيدة وكل رجل بيقوموا بعملية الرجيم يكونوا حريصين الى حد كبير جدا، حتى لا يصل بيهم الى مسألة عدم التوازن. شكرا يا دكتور. شكرا. أعزائي المشاهدين، مع رسالة جديدة من الرسائل التي نبعث بها إلى الأسرة من خلال أباء وأبناء، وهذه الفقرة الخاصة نتحدث في هذه الفقرة عن الزائدة الدودية من خلال الدكتور خالد الفقي، أستاذ مساعد الجراحة العامة بطب عين شمس. مرحبا بك معنا. أهلا بحضرتك. يمكن النهاردة بنتحدث عن الزائدة الدودية، طبعا هي نقدر نقول موضوع عادي جدا، ولكن بيطرأ فيه برضو الجديد من الشكوى والاستفسارات. حضرتك تحب النهاردة تبعث بأي نوع من الرسائل؟
هو مرض التهاب الزائدة الدودية مرض شائع ومرض بسيط وعلاجه بسيط جدا. هو بس نحب نبعت رسالة للآباء، بالذات للآباء اللي أولادهم الأطفال الصغيرين، إن ابنه لما يبتدي يشتكي من وجع في بطنه ما ياخدش الموضوع ببساطة، ما بنخوفوش، ما بنقول إن كل واحد عنده وجع في بطنه وعنده التهاب في الزائدة ومحتاج يعمل عملية، لا، بس إحنا بنقول له إن هو محتاج يكشف عند طبيب والطبيب يقدر يساعده. ليه؟ لان هو لو فعلا ثبت بالكشف الطبي ان الولد عنده التهاب في الزائده، وده بيبان ببساطه ان يكون الالتهاب محدد في مكان ما، والصوره المرضيه تبقى واضحه، الالم بيبتدي في حته معينه وبعدين بينتقل لحته معينه او يبتدي في حته ويثبت فيها. لو الطبيب قدر يكشف عليه ويحدد ويشخص المرض بوضوح هيبعد الولد عن مضاعفات زي الالتهاب البريتوني او حدوث ورم حوالين الزائده ويحصل مشاكل ومضاعفات، هتزود فتره العلاج وفتره العمليه وتزود المشاكل اللي تحصل بعد العمليه. احنا بنقول طبعا ايه هي الاعراض اللي ممكن الام فعلا او الاب يلتفتوا اليها؟ عاده الالتهاب الزائده بيبتدي بالم حوالين السره وبعدين يبتدي ينتقل للجانب الايمن من البطن وبيبقى مركز فيه. اوقات الالم بيبتدي مره واحده في الناحيه اليمنى، غالبا الالم بيبتدي بالم خفيف او بعدين بيزيد في بالتدريج. اوقات الالم بيبتدي بصوره مغص، بيبتدي الطفل يرجع مره او مرتين مع المغص، بالذات لما يكون الزايده دي حصل فيها انسداد. لو التهاب الزايده ممكن يبتدي بمجرد الام بتبتدي في الناحيه اليمين والولد ما يرجعش خالص، يبتدي بس يجي له احساس بالغممان انه عايز يرجع، ويبتدي الصوره الكامله تبقى تكمل بعد كده. فاحيانا بسيطه جدا الزايدة الدودية تسبب نوع من الإسهال لما تكون الزايدة موجودة في حوض البطن من تحت، أو تدي وجع يماثل الوجع بتاع المغص الكلوي لو هي موجودة في مكان ما تلمس الحالب أو حاجة زي كده. فدي حاجات كلها الفيريفيكيشن بتاعها مش هيجي الا بوجود طبيب متمرس. فلازم الاب او الام ما يسيبوش ابنهم لحد ما يوصل لمرحله المضاعفات، لا، لو شك في حاجه او الولد ابتدى يشتكي وما بيستريحش يقدر يشوف الطبيب بتاعه ويكشف عليه ويوجه له النصيحه اللازمه. يعني بشكر حضرتك، طبعا هي رساله في عجاله ولكن ان شاء الله تكون بالفعل وصلت للساده المشاهدين. بشكر حضرتك. شكرا، الف شكر. اعزائنا المشاهدين، في ختام هذه الجوله السريعه داخل فقرات برنامجنا، نتمنى ان نكون قد وفقنا في تقديم هذه الفقرات، ونتمنى بالفعل ان نكون قد وفقنا ايضا في تقديم كل ما هو جديد في عالم الطب وجميع مراحل نمو الطفل من خلال فقرتنا عبارة عن المستقبل. بنلقاكم إن شاء الله مع حلقة جديدة من أباء وأبناء في حلقة قادمة إن شاء الله مليئة بالمعلومات للصحة العامة. نشكركم أعزائنا المشاهدين، متمنين لكم المزيد من الصحة والعافية. شكرا وإلى اللقاء. Thank you.